لعبة السادة. هذه اللعبة مارسها العديد من السادة زمان، وخاصة مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. هذه اللعبة تميز فيها العديد من اللاعبين المتميزين من أمثال طرماح عبد الحسين والكثير من اللاعبين. هذه اللعبة أخذت الكثير ولكنها لم تعطي ما أخذت، إنها لعبة كرة الهوكي. لعبة الهوكي من أقدم اللعبات الممارسة في السلطنة، لقد تم ممارستها في أوائل القرن الماضي في مسقط بين أفراد بعض الجاليات الآسيوية، ومن ثم انتشرت بين أفراد المجتمع العماني، ومن ثم انتشرت في محافظات السلطنة مثل محافظة ظفار ومحافظتي شمال الباطنة وجنوبها. اتحاد الهوكي تأسس في عام 1973، وعلى رأس الهرم كان السيد هلال بن بدر البوسعيدي الذي يعتبر الأب الروحي لهذه الرياضة، ومن ثم تم إشهار أول اتحاد للهوكي في عام 1983 برئاسة المكرم نايف بن عبيد السليمي. وقد سبق لهذا الاتحاد الانضمام في عضوية الاتحاد الدولي في عام 1978، ومن ثم الاتحاد الاسيوي في عام 1977، والاتحاد العربي في عام 1990. وعلى رأس الهرم حاليا في اتحاد الهوكي القبطان طالب بن خميس الوهيبي، والدكتور محمد بن عامر العمري نائب الرئيس، والدكتور خميس بن سالم الرحبي امين السر، والاستاذ تعيب بن علي الشيادي امين الصندوق مع اخوانهم اعضاء مجلس الادارة. مسابقات اتحاد الهوكي. اتحاد الهوكي لديه مسابقات، ومن ضمن هذه المسابقات دوري العام الذي يشارك فيه 14 نادي، ودوري الدرجة الثانية، دوري الناشئين، ودوري الشباب، وكذلك كأس جلالة السلطان هيثم المعظم والتي بدأت انطلاقها في عام 1971. وكذلك اتحاد الهوكي ينظم بعض المسابقات مثل كأس وزارة التربية والتعليم، ودوري المدارس، ودوري المشترك بين الأندية والهيئات والمؤسسات. من إنجازات اتحاد الهوكي وهي على المستوى الأسيوي، لأن المستوى الخليجي لا يتواجد هناك اتحاد الهوكي، المستوى الأسيوي الحصول على المركز الثاني في البطولة الأسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأسيوية الدوحة عام 2006، تتويج منتخب الشباب بلقب كأس آسيا للهوكي في البطولة الثانية التي استضافتها السلطنة عام 2008 ميلادي، والحصول على المركز الثاني في بطولة الاتحاد الأسيوي الثالثة والتي قيمت في سنغافورة عام 2008. حصول منتخب الشباب على المركز الثاني في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي المقامة في مسقط عام 2019. منتخب رواد الهوكي والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم بلندن في أغسطس القادم، وقد سبق لها منتخب أن فاز ببطولة خماسيات الهوكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبسبب هذا البلاء تأجل كل شيء. من ضربة الجزاء، نعم نعم، منتخبنا الوطني لهدف ثاني من باسم خاطر، وفرحة كبيرة لأهل لكم. الشكر، لا تنسوا الاشتراك في القناة. مع السلامة.